وللحديث أكثر ينضم إلينا الآن الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية إحسين الشبلي. أهلا بك معنا. بداية نتحدث عن طائرة المساعدات الجديدة وأبرز ما تم إرساله. الله يعطيكم العافية. يعني استمرارا للجهد المبذول من قبل الهيئة وتنفيذ التوجيهات الملكية بإرسال المساعدات وتقديم كل ما يمكن لأهلنا في قطاع غزة، تم إرسال اليوم طائرة مساعدات طبية وغذائية جديدة لأهلنا في قطاع غزة كتقييم للاحتياج وكسد بعض الاحتياجات اللي موجودة في القطاع. الهيئة الخيرية منذ اليوم الأول وكما تعرفي بدأت بإرسال المساعدات سواء كانت طبية منها ومن ثم الغذائية، والآن نبعث ونرسل ما هو مطلوب بحسب ما يردنا من احتياجات. نعم. طيب بالحديث عن أبرز المعيقات التي تواجه إدخال المساعدات الإنسانية وأيضا ما المسموح بإدخاله؟ يعني حتى نكون واضحين انه احنا نطمح بارسال مزيد من المساعدات، كميه المساعدات المقرر ارسالها من الهيئه وما هو متوفر من الهيئه كميات كبيره، ولكن ما يسمح بادخاله هو كميات اقل مما هو مسموح. يعني ما هو مطلوب ومتوسط ما هو مطلوب لادخاله هو من 500 الى 800 شاحنه، الان ما يدخل تقريبا 200 الى 230 شاحنه. احنا بنحاول في خلال هذه الفترة إرسال أكبر قدر ممكن من المواد المطلوبة اللي الأولوية الاحتياج إنها تحتمها في قطاع غزة، سواء كانت مواد غذائية أو طبية أو مواد شتوية اللي بدأنا بإرسالها وسنعمل على إرسالها في الأيام القادمة. طيب ما مجموع الطائرات المرسلة إلى هنا في غزة منذ بداية الأحداث؟ يعني الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمي أرسلت بصفة مباشرة خلال الهيئة ومن خلال الشراكات بينها وبين الهيئات الأممية والمنظمات الدولية تقريبا 11 طائرة. نعم. من المساعدات وصلت إلى قطاع غزة بما تحتوي من مواد غذائية. نعم. وطبية وإغاثية. الآن احنا أيضا بالإضافة لإرسال المواد بنحاول من خلال شبكة العلاقات للهيئة مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية حشد أكبر قدر ممكن من المساعدات والمساعدات النوعية اللي تفي باحتياج ولو جزء منه للأهل في قطاع غزة. نعم، تحدثت عن 11 طائرة مساعدات وصلت إلى قطاع غزة، هل سيكون هناك طائرات مساعدات أخرى لغزة؟ أكيد، إحنا في الأيام القادمة الهيئة تعمل بكل جهدها على إرسال مزيد من المساعدات في الفترة القادمة سواء بشكل مباشر أو مع الهيئات والمنظمات الأممية. إحنا اتفقنا إحنا وياهم على إرسال المواد للقطاع. نعم، كل الشكر لك الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية إحسين الشبلي.